يمتلك الناس الذين لديهم طية واحدة في راحة اليد خطاً مفرداً يمتد عبر كف اليد، بينما لدى معظم سكان العالم خطان اثنان. يسمى الخط الواحد غضن الراحة، واتضح أن حوالي 1.5% من سكان العالم لديهم هذه الميزة، وأنها توجد في الرجال أكثر من النساء، وفي معظم الحالات تتوارثها العائلات. أقل من 50 شخصاً في العالم يتمتعون بفصيلة دم RH null، أو ما يطلق عليه تسمية الدم الذهبي. اكتشفت فصيلة الدم هذه لأول مرة لدى سيدة من السكان الأصليين لأستراليا، ويعد هذا الدم المميز الأفضل للتبرع، لأن جميع فصائل الدم الأخرى تتقبله، حتى فصائل الدم النادرة في نظام العامل الرايزوسي RH. يملك 3% من الناس حول العالم تشكيلة خطوط على شكل الحرف X في أيديهم. هذه ظاهرة نادرة، وفي عديد الثقافات يعتقد أنها علامة على قوة الشخصية. حوالي 25% من الناس تتفاعل أجسامهم بشكل غريب للشمس، حيث يصابون بنوبات عطاس. حصلت هذه الظاهرة على تسمية خاصة هي منعكس العطاس الضوئي، وتسمى في اللغة اللاتينية بالعطاس الشمسي. يتجمع اللعاب عند بعض الناس داخل غدة تحت اللسان، ومن ثم يمكن أن يطرد في شكل تيار عندما يضغط الشخص على هذه الغدة. إن كان الفم مفتوحاً في ذلك الوقت، يمكن للعاب أن يقذف لمسافة عدة أمتار، ويمكن أن تحدث هذه العملية التي تسمى التفال لا إرادياً. قد يضغط الشخص عن غير قصد بلسانه على الغدة أثناء الأكل أو التثاؤب أو التحدث أو تنظيف أسنانه. هذا ما يحدث مع حوالي 35% من الناس، لكن 1% من سكان الكوكب يمكنهم التحكم فيه وتحفيزه متى أرادوا. يعاني أقل من 1% من سكان العالم من عيب خلقي يسمى القلب اليميني، وهي حالة نادرة يتواجد فيها القلب على يمين الصدر بدلا من يساره، وعادة ما تكون مواضع الأعضاء الداخلية الأخرى لدى هؤلاء الأفراد مقلوبة على عكس المتوقع في الإنسان العادي. يؤثر المهق العيني على عيون الشخص فقط، عادة ما يكون شعره وبشرته أفتح قليلا مقارنة بأفراد أسرته، لكن الفرق ليس كبيرا. المهق سمة نادرة، لكن إن كان المرض عينيا فقط فهو أكثر ندرة. حتى لا يملك الخبراء إحصائية دقيقة، لكنهم يعتقدون أن عدد من يعانون من المهق العيني يتراوح بين 1 في كل 20 ألف إلى 1 في كل 50 ألف. ربما لديك حفرة صغيرة في الجزء العلوي من أذنك حيث تلتقي الأذن بالصدغ. إن كان هذا حالك فأنت من بين 10% فقط من سكان العالم. توجد الحفرة عادة على الجانب الأيمن، لكنها قد تكون موجودة على الجانبين لدى البعض. يمكن أن تكون هذه الحفر عميقة أو أقرب إلى الغمازات، أو على العكس تتخذ شكل كتل صغيرة. حوالي 65% من سكان العالم لهم بصمات أصابع حلقية الشكل، أما 30% من الناس تكون بصمات أصابعهم في شكل دوامات، و5% الباقين بصماتهم في شكل أقواس. تقسم هذه الأنواع إلى مجموعات أصغر، فمثلا قد نجد بصمات أقواس عادية أو أشبه بالخيمة، أو بصمات دوامات عرضية أو أشبه بعين الطاووس وما إلى ذلك. هذا مدهش. يملك معظم الناس 12 زوجا من الضلوع، أي 24 في المجمل، لكن 1 من كل 200 شخص يملك ضلعا إضافيا، الضلع 25، ويسمى الضلع العنقي، ويتشكل في قاعدة العنق فوق عظمة الترقوة. يمكن أن يظهر على اليسار أو اليمين أو على كلا الجهتين. هؤلاء الذين يملكون الضلع الإضافي يعيشون دون إدراك لوجود العيب الخلقي، وذلك لأنه نادرا ما يتكون بالكامل، وقد يبدو كخيط رفيع من النسيج. في هذه الحالة لن يظهر على الأشعة السينية حتى. إن كان شعرك يشكل دوامة دائرية، فالراجح أنها في اتجاه دوران عقارب الساعة. يعتقد العلماء بوجود رابط جيني بين اتجاه دوامة الشعر واليد المهيمنة، ما يزيد بقليل عن 8% ممن يستعملون اليد اليمنى لديهم دوامات شعر بعكس اتجاه عقارب الساعة، لكن النسبة ترتفع إلى 45% بين مستعملي اليد اليسرى.
عندما يطلب منك تشبيك أصابع يديك، أي إصبع يكون في الأعلى؟ إن كان إبهامك الأيمن فوق الأيسر، فأنت من بين 50% من سكان العالم. 49% من الناس يضعون الإبهام الأيسر فوق الأيمن، وما يقارب 1% يضعون الإبهامين بجانب بعضهما. يظهر الشعر الأحمر بشكل طبيعي لدى 1-2% من سكان العالم، وفي أغلب الأحيان ينحدر هؤلاء من أصول أوروبية شمالية أو أوروبية شمالية غربية. ينتج اللون عن طفرة جينية، ويمكن أن تتفاوت درجته من النحاسي الفاقع والكستنائي إلى البرتقالي الضارب إلى الحمرة والأشقر الفراولي. يملك 23-22% من سكان العالم إصبع قدم موروتون. في هذه الحالة يكون الإصبع الثاني أطول من الأول. نرى هذه الميزة الغريبة في تمثال للفنان مايكل أنجلو وفي تمثال الحرية، وكلاهما ليست على قيد الحياة. شخصان فقط من كل 10,000 يتمتعون بشكل حدقة غريب، وأكثرها شيوعاً الحدقة الشبيهة بشكل ثقب المفتاح. يسمى اضطراب العين هذا الثلامة، ولحسن الحظ لا يعاني الأشخاص المصابون بهذا العيب الخلقي من أي مشاكل في الرؤية. يعد اختلاف لون العينين أو ما يسمى بتغاير تلون القزحيتين خاصية جسمية نادرة لا تظهر سوى لدى 1% من الناس. يمكن أن يكون التغاير كاملا وتكون العينان بلونين مختلفين تماما، مثلا واحدة بنية والأخرى زرقاء، أو يمكن أن تكون حلقة القزحية حول حدقة العين ملونة بشكل مختلف، وتسمى هذه الحالة تغاير التلون المركزي. أما تغاير التلون الجزئي فيظهر بشكل اختلاف لون جزء واحد من القزحية عن بقيتها. عند الأشخاص المصابين بعيب خلقي يسمى ازدواج الأهداب أكثر من صف واحد من الرموش، وهذه الظاهرة ناتجة عن طفرة جينية، ليست حالة خطرة لكنها قد تسبب بعض الإزعاج. يمكن أن تنمو الرموش في المكان المخصص للغدة الدهنية على الجزء الرطب من الجفن، ولذلك قد تسبب تهيج العين وإفراز الدموع. هناك من لا يقلقون بشأن كمية الكالسيوم التي يجدر بهم استهلاكها، إذ لديهم طفرة جينية نادرة في جين LRP5 تمنحهم عظاما كثيفة جدا ويستحيل كسرها تقريبا. لكن من العيوب القليلة لهذه الحالة أن مثل هؤلاء الأشخاص يواجهون صعوبة في الطفو على الماء أثناء السباحة. تتمتع بعض النساء برؤية فائقة رباعية الألوان أو ما يسمى بتيتراكروماسي بفضل خلايا خاصة موجودة في عيونهن تسمى الخلايا المخروطية. لدى الشخص العادي 3 أنواع منها، بينما توجد 4 أنواع من الخلايا المخروطية في هذه الحالة، مما يسمح برؤية 100 مليون لون مختلف. يسمح جين DEC2 للناس بالعمل لوقت أطول والنوم لمدة أقل. كانت هذه الميزة الغريبة موجودة لدى نيكولاس تسلا ووينستون تشرشل ومارغريت تشاتشر. يسمح هذا الجين للشخص بالمرور في دورة النوم في وقت أقل من الوقت اللازم للأشخاص العاديين. تساعد طفرة جينية أخرى الناس في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الضار في أجسامهم متدنية. يعطي هذا الجين جسمك تعليمات تقود لإفراز بروتين يتحكم في كمية الكوليسترول في الدم، لكن المؤسف أن 2-3% فقط من الناس لديهم هذه الخاصية المفيدة. لدى 4% فقط من الناس سرة خارجية تحدد عدة عوامل مثل توزيع الدهون حول الخصر والجينات نوع السرة التي تحظى بها. تلعب الجينات دورا بالغ الأهمية في براعم التذوق. يعد 25% من سكان العالم متذوقون خارقون، إذ يملكون حليمات تذوق أكثر وضوحا، تلك النقاط الصغيرة التي تغطي لسانك من الأشخاص العاديين، تجعلهم هذه الخاصية المضافة أكثر حساسية تجاه أطعمة معينة مثل الأطعمة الحلوة أو المرة أو المالحة. زيادة على ذلك، يملك المتذوقون الخارقون عددا أكبر من مستقبلات الألم على ألسنتهم، لهذا السبب يمتنعون عن تناول الأطعمة الحارة. عندما تحاول دروس العقل اختراق اللثة لا تجد في الغالب المساحة اللازمة لها، مما يضطرنا إلى إزالتها. يخضع حوالي 5 مليون إنسان سنويا لمثل هذه العملية الجراحية.
لكن 35% من سكان العالم لا يقلقون بشأن مضاعفاتها المؤلمة والمزعجة، فهم لا يملكون أي دروس عقل من الأساس. ساعدت عضلات كف اليد الطويلة أسلافنا القدامى على تسلق الجبال، رغم أن معظمنا ليسوا في حاجة إلى هذه الميزة، إلا أن بعض الناس ما زالوا يولدون بها. يمكنك التحقق مما إذا كنت تملك هذه العضلات عبر وضع كفك على سطح مستوى ولمس إصبع الإبهام بإصبع الخنصر. إن كانت لديك فعلا فستبرز العضلة في معصمك. يقول العلماء أن شعب التبت يتمتع بطفرة جينية مكنت أفراده من العيش في المرتفعات الشاهقة. أحد جيناتهم مسؤول عن التكيف السريع مع انخفاض مستويات الأكسجين، ويقترن ذات الجين بتعزيز قدرة التحمل لدى الرياضيين. بالمناسبة كانت هذه من أسرع الطفرات الجينية تطورا في التاريخ البشري، فقد تطورت في أقل من 3000 سنة. تعد العيون الرمادية ميزة شديدة الندرة، يولد 1% فقط من البشر بعيون رمادية. يملك مثل هؤلاء مستويات منخفضة من الميلانين في الجزء الأمامي من قزحية العين، كما أن العيون الزرقاء ليست شائعة كما تظن، لا يملكها سوى 8-17% من الناس. أما الأشد ندرة فهي العيون الزرقاء عند حمر الشعر. إن ولد شخص بهذا المظهر فذلك يعني أن كلا الوالدين حملا هذه الجينات ونقلاها إليه. لا يمكنك تذكر أي ذكرى لوحدها فقط. عندما تحاول استرجاع أحد التفاصيل مثل لون القميص الذي ارتداه صديقك في الأسبوع الماضي، ستتذكر بعض التفاصيل الأخرى أيضا، مثل المكان الذي رأيته فيه والمواضيع التي تحدثتما عنها. الحصين هو جزء الدماغ الذي يخزن الذكريات، وعادة ما يقوم بتجميعها معا بما في ذلك التفاصيل الصغيرة. تدوم براعم التذوق في المتوسط 10 أيام، وهي مجموعات من الخلايا الحسية في اللسان. البراعم الأقرب إلى السطح قصيرة العمر، لهذا السبب تستعيد حاسة التذوق بعد فترة قصيرة من حرق لسانك. تزعم نظرية أن تأثير الديجافو ينتج عن تأخر معالجة الدماغ، ويعتقد العلماء أنه يحدث عندما ينقل دماغك المعلومات من جانب إلى آخر، ويحدث تأخير لجزء من الثانية في هذه العملية. هذا يعني أن دماغك يتلقى نفس المعلومات مرتين ويعالجها كأنها حدث وقع في الماضي. 30% فقط من الناس يمكنهم توسيع فتحات أنوفهم، ويمكن لثلث الناس ثني الإبهام للخلف. بعض الناس قادرون على إصدار صوت عال في رؤوسهم بشد الأذنين أو الفكين. توجد في الأذن عضلة صغيرة تخفف الأصوات العالية مثل أصوات مضغ الأكل، لكن يمكن لبعض الناس ثني هذه العضلة مما يخلق خرخشة مسموعة. أطراف أصابعك حساسة لكن شفاها أكثر حساسية منها بمئات المرات. أنت تستنشق الكثير من الغبار، بما في ذلك 700,000 من قشور جلدك في اليوم الواحد. النفضة النومية هي رعشة قد تشعر بها أثناء النوم، وهي عبارة عن حركة عضلية مفاجئة تحدث خلال مرحلة نوم حركة العين غير السريعة، وتخلق وهم السقوط. تقول إحدى النظريات إنك عندما تغفو يرى دماغك استرخاء عضلاتك كعلامة على أنك في مأزق وأنك تسقط بالفعل، لذا يرسل إشارات إلى العضلات لحمايتك بالشد والانقباض. الحس المرافق سينستيزيا هو قدرة خاصة ونادرة يستطيع الناس من خلالها تذوق الموسيقى أو سماع الألوان. شخص واحد فقط من بين كل 2000 شخص يملك هذه القدرة. يبدو طعم الكزبرة للبعض مثل طعم الصابون، لأن هذه النبتة تحتوي على مادة كيميائية تستخدم في صناعة الصابون، لكن 4-14% فقط من سكان العالم يملكون جينات معينة يمكنها رصد ذلك. 18% من الناس يمكنهم تحريك كلتا الأذنين معا، بينما يستطيع 22% تحريك أذن واحدة على حدة، ولفعل ذلك يستخدمون عضلات لا وظيفية ضعيفة ورثناها من أسلافنا، وهي مشابهة لعضلات القطط. يتغير لون الكدمات مع مرور الوقت، وتظهر الكدمة من الأساس بسبب حدوث نزيف تحت الجلد. تسحق الأوعية الدموية الدقيقة ويعلق بداخلها بعض الدم.
في البداية تكون الكدمة حمراء لأن هذا الدم غني بالأكسجين، لكن بعد ذلك يتحول لونه إلى البنفسجي أو الأخضر أو الأصفر أو حتى الرمادي بعد انخفاض مستوى الأكسجين. رائحة العرق نفسه ليست سيئة، بل تنبعث الرائحة الكريهة من البكتيريا على جلدك. عندما يخرج العرق من مسام الجلد، تحلله البكتيريا إلى أحماض، وما تقوم به معظم مزيلات العرق هو التخلص من هذه البكتيريا. رأى الناس في الماضي الأحلام بالأبيض والأسود أكثر بكثير من الوقت الحالي، ويعود السبب لمشاهدتهم التلفاز بالأبيض والأسود. يؤثر الجبن الأزرق على أحلامك ويزيد من وضوحها. يمكن استخدام قشر بيض الدجاج لإنبات عظام بشرية جديدة، وذلك لأنه يحتوي على كربونات الكالسيوم الموجودة في عظام الإنسان أيضاً. غالباً ما يختلف مذاق الطعام على متن الطائرة عن مذاقه على الأرض، ويعود السبب لفقدانك حوالي 30% من حساسية براعم التذوق في فمك بسبب الجفاف والضغط في المكسورة، وينطبق هذا بشكل خاص على المأكولات المالحة والحلوة. لا تعمل فتحة أنفك بنفس الكفاءة طوال الوقت، عندما تتنفس تقوم إحدى الفتحتين بمعظم العمل، وتتبادلان المهمة كل بضع ساعات. لا يمكنك تذوق الطعام بدون اللعاب. تحتوي براعم التذوق على مستقبلات كيميائية تميز مختلف النكهات، لكنها تحتاج إلى سائل لربط النكهات بجزيئاتها، كما لا يمكنك تذوق الأشياء التي لا يذيبها اللعاب. لا يشعر الدماغ بالألم. صحيح أنه يضم مركز الألم، لكنه لا يحتوي على مستقبلات للألم. أنت تشعر بوجع رأسك بسبب الأعصاب والأنسجة والأوعية الدموية المحيطة بالمخ. يمكن لشعرة الإنسان الواحدة دعم 100 جرام من الوزن، ويعادل هذا وزن لوحي حلوى. تنمو أظافر القدم بسرعة أبطأ بأربع مرات من أظافر اليد المكشوفة والأكثر استخداماً. من المؤكد أن لديك صوراً تظهر فيها بعينين حمراوين. عندما ينطلق فلاش الكاميرا، لا تكون عيناك مستعدتين لضوئه الساطع. يظل بؤبؤ عينك متوسعاً، وهذا هو سبب انعكاس الضوء على الأوعية الدموية الحمراء في المشيمية، وهي طبقة أنسجة في مؤخرة العين تغذي شبكية العين. الرئة اليمنى أكبر من الرئة اليسرى لأن الجسم يحتاج إلى مساحة أكبر للقلب. أسنانك هي الجزء الوحيد من جسمك الذي لا يستطيع التعافي تلقائياً. العضلة المادغة هي أقوى عضلة في جسمك بناءً على وزنها، وبمساعدة بقية عضلات الفكين يمكنها إغلاق أسنانك بقوة 90 كيلوغرام على الأضراس و25 كيلوغرام على القواطع. ينتج البصل مادة كيميائية مهيجة تحفز غدداً معينة في عينيك، مما يؤدي إلى إفراز الدموع. يمكن لأنفك حفظ ما يصل إلى 50,000 رائحة مختلفة، وتمييز أكثر من تريليون رائحة. لكل إنسان رائحته الفريدة باستثناء التوائم المتطابقة. تحدد الجينات هذه الرائحة جزئياً، لكنها تعتمد أيضاً على نظامك الغذائي ونظافتك الشخصية وبيئتك. تناول الثلج ليس أفضل طريقة للحفاظ على رطوبة جسمك. يحتاج جسمك إلى طاقة كبيرة لتحويله إلى ماء. صحيح أن الثلج سيزودك بالقليل من الماء، لكنه سيخفض درجة حرارة جسمك، وأنت لا تريد ذلك في الطقس الشتوي القارس. يحرق جسمك ما بين 100 إلى 200 سعرة حرارية في الساعة أثناء الوقوف، ويحرق 60 إلى 130 سعرة حرارية أثناء الجلوس حسب طولك ووزنك وجنسك وعمرك. تجمد الدماغ هو صداع الآيس كريم المزعج. بهذه الطريقة يطلب منك دماغك الإبطاء أو التوقف عن تناول الشيء البارد جداً. الوظيفة الرئيسية للرموش هي حماية العينين من الرمل والرطوبة والغبار والأوساخ في الهواء. تستشعر رموشك اقتراب الشيء من عينيك كثيراً مثل حشرة تطير ناحيتك، وتحفز رد فعل الرمش، كما يساعد الرمش على التخلص من بعض الجزيئات الصغيرة أو البقايا العالقة في النقاط الدمعية، وهي الفتحات الصغيرة في جفونك، وهذا هو المكان الذي تضخ منه الدموع. يمنع حاجباك العرق من الوصول إلى عينيك، كما يساعد الجلد وتشكيل العظام في تلك المنطقة على توجيه العرق إلى جانبي وجهك. البشر ليسوا الأسرع أو الأقوى أو الأكبر وسط الكائنات الحية،
لكننا الأفضل في الجري لمسافات طويلة. يعود الفضل في ذلك لأرجلنا الطويلة وقدرة أجسامنا على التخلص من الحرارة الزائدة بالتعرق. حتى في الماضي البعيد اصطاد أسلافنا الحيوانات بمطاردتها لأوقات طويلة، ولم تتمكن المخلوقات الصغيرة من الصمود طويلا. لدى البشر 5 حواس أساسية: التذوق واللمس والبصر والسمع والشم، لكن هناك حواس عديدة أخرى. استقبال الحس العميق هو استيعاب جسمك لأجزائه وأماكنها حتى بدون أن تراها. على سبيل المثال، عندما تكون ذراعك خلف ظهرك أنت تعلم أنها موجودة هناك، لكن الأخطبوط لن يعرف ذلك إن لم يتمكن من رؤيتها. الإحساس الحراري هو قدرتك على استشعار درجة الحرارة. حس التوازن واضح من اسمه، كما يوجد إدراك الألم الذي يساعدك على الشعور بالألم. الإحساس الزمني يمكنك من الشعور بمرور الوقت. كما توجد حواس أخرى في مملكة الحيوانات: الاستقبال الكهربائي والاستقبال المغناطيسي، لكن البشر لا يملكون هذه الحواس. لا يمكنك رؤية براعم التذوق. تسمى النتوءات الصغيرة على اللسان الحليمات، وهناك 4 أنواع منها: الحليمات الكأسية، الحليمات الورقية، الحليمات الفطرية، والحليمات الخيطية. كلها مغطاة ببراعم التذوق باستثناء الحليمات الخيطية، وهي المسؤولة عن حاسة اللمس في لسانك. الخنصر مسؤول عن 50% من قوة اليد الإجمالية. الكبد عضو حيوي يعمل كثيراً، وهو مسؤول عن 500 وظيفة مختلفة. 10% منه مصنوع من الدهون، وهو عضو قادر على التجدد. يحرق الاستحمام بماء ساخن نفس عدد السعرات الحرارية التي تحرقها عند المشي لنصف ساعة. يحتاج الناس في الغالب إلى 7 دقائق للخلود إلى النوم، ويقصر هذا الوقت عند النوم بعد تناول وجبة كبيرة مباشرة. قلبك بحجم قبضة يدك، وينبض 115,000 مرة، ويضخ حوالي 7,570 لترا من الدم يومياً.